السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا أني أقول يا رب في المنام. حلمي أني أقول يا رب في المنام دليل على السعادة، وإذا رأى الشاب الأعزب أنه يقول يا رب تشير إلى تحقيق الأهداف والطموحات والأحلام، وإذا رأى الرجل المتزوج قول يا رب دلالة على استجابة الدعاء، فقول يا رب دلالة على التخلص من الهموم والمشكلات التي تواجه الشخص واقتراب الفرج، وإذا رأت العزباء أنها تدعو الله وتقول يا رب فيشير ذلك إلى تحقيق كافة أمنيتها واستجابة دعوتها، أيضا تدل على تأدية الديون وسددها إذا كان الراقي مديون، وإذا رأت الحامل أنها تدعو الله وتقول يا رب فذلك دليل على قربها من الله وتحقيق ما تتمناه، وولادتها ستكون سهلة ميسرة بإذن الله. إذا رأت العزباء أنها تناجي الله وتدعو يا رب تدعو بشدة، فأنها تعاني من هموم ومشاكل في حياتها، ويعني بداية انفراجة ويدل على التخلص من المتاعب الشديدة في حياتها. أما إذا كانت لا تنجب ورأت أنها تدعي الله سبحانه وتعالى وتبكي دل ذلك على الإنجاب عن قريب وتحقيق كل ما تتمنى، فقول يا رب في منام المتزوجة بيدل على النصرة في حياة المرأة بشكل عام. قول يا رب أو الله أكبر تدل على تبدل وتغير حالها من الأسوأ إلى الأفضل بإذن الله. فعندما يرفع الشخص يده إلى السماء ويقول يا رب فدلالة واضحة على تحقيق أمنية في حياتك، وقد ترمز رفع اليدين وقول يا رب إلى استجابة الدعاء كنت تتمنى الله وتلح عليه في طلبه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.